يستمر مهرجان الموسيقى في تقديم سهراته الموسيقية الممتدة حتى 7 أكتوبر الجاري. وقد شهدت الصالة الثقافية يوم أمس حضورا جماهيريا مع فرقة البحرين للموسيقى، والتي قدمت تحية للفنان البحريني الراحل محمد الزويد في الذكرى 40 لرحيله. وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الأعمال الخالدة للفنان الراحل، وفي مقدمتها أغاني فن الصوت التي تفرد وتألق بها زويد. وشهدت الأعمال المقدمة تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث قدمها الفرقة بقيادة المايسترو زياد زيمان باستحضار أسلوبها وأدائها الأصيل. وسرى فخاي في معاقد عصره، يحسدوني على موتي، فيا سفا فيا سفا حتى على I'm